تفاصيل أكثر مشاهدينا حول القصف التي تعرضت له منطقة عفرين، انضم إلينا من الشهباء صلاح إيبو الصحفي. أهلا بك صلاح. أهلا وسهلا. يا هلا. إذن صلاح، أين يتركز القصف والاشتباكات، وهل من حصيلة دقيقة لديك عن أعداد الجرحى؟ نعم، منذ ساعات، نستطيع القول أنه منذ ساعات الظهيرة من اليوم بدأ قصف عنيف على قرى الصغناك الواقعة شمالي الواقعة على خط، نستطيع أن نقول أنه واقع على خط الدفاع الأول بالموازية لقرية كيمار التي يسيطر عليها الاحتلال التركي، إضافة لقرى أخرى، قرى عقبة وهي متاخمة لقرى قرية السوغاناك، إضافة لقرى مرعناز وبرشقاس التي تعتبر محاصرة من جهة نمبل والزهر. هذه القرى منفصلة عن قرى سوغاناك وغيرها. هذا القصف هو الأعنف منذ ثلاثة أيام. هذه المنطقة بشكل عام تتعرض منذ حوالي الأسبوع لقصف متقطع بين الحين والآخر من قبل مدفعية الجيش الاحتلال التركي وقذائف الهاون التي تطلقها الفصائل الإسلامية المتشددة المتمركزة في قرى كيمار وجلبر. هذه الاشتباكات أو هذا القصف نستطيع أن نقول أنه استهدف المدنيين بشكل مركز. قبل عدة أيام سقط نتيجة القصف امرأة وطفلها جريح. حالة الطفل الآن حرجة جدا ويمكن في أي دقيقة أن يفقد حياته، إضافة إلى أن قصف اليوم استهدف القرى المدنية وبتحديد صغناك، سقط فيها ستة مدنيين جرحى، حالة أحدهم حرجة والباقي حالتهم طفيفة، وتم نقلهم إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج. الآن هناك حالة السكون في هذه اللحظة في تلك المنطقة، لكن قبل الساعات كان هناك تحليق لطيران الاستطلاع التركي في المنطقة بشكل مكثف، إضافة لتحليق الطيران المروحي التركي على سماء مدينة عفرين وكذلك في قرى كيمار وبراد التي يسيطر عليها الاحتلال التركي. طيب صلاح، أنت أشرت بأن الآن منطقة عفرين تشهد هدوءا حذرا، وأيضا قلت بأنها تشهد منذ ثلاثة أيام، ما يقارب الثلاثة أيام، تتعرض للقصف. طيب هل هذا دليل أو هناك مؤشرات على التصعيد؟ نعم، هذه المؤشرات ليست بجديدة. المؤشرات التصعيد في هذه المنطقة قائمة منذ فترة معينة، ويمكن نستطيع القول أن هذا التصعيد الحالي هو نتيجة الهجمة التي يقوم بها قوات النظام السوري في إدلب، والتي تمكنت من السيطرة على عدد من القرى على حساب الفصائل المتشددة. هنا تحاول تركيا وجد متنفس لها بتغيير الجبهات أو فتح عدد جبهات على قوات النظام و تهديد هذه المناطق التي يقطنها أهالي عفرين. كما تعلمون أن موضوع عفرين حاليا بات من المواضيع المتداولة في الرأي العام العالمي، وبالتحديد بعد الاتفاق التركي الأمريكي فيما يخص المنطقة الآمنة التي ما زال جنوده يشكل فيها غموض. والجانب الكردي المتمثل بقوات سوريا الديمقراطية له شرط بتحرير عفرين. هنا مسار تحرير عفرين أو النقاش حول مستقبل عفرين بات شيئا وأمرا واقعا خلال الفترة المستقبلية القادمة، وبالتالي هنا تحاول تركيا خلط هذه الأوراق، لذا تعمل بين الحين والآخر بقصف تل رفعت أو تهديد بإجلاء تل رفعت والسيطرة عليها، إضافة لقصف قرى شيرا وشرا. بالتحديد كما قلت سابقا، منذ أسبوع إلى الآن لا يمر يوم ولا تعرض فيه قرية أو استثنى أو سلسلة من القرى للقصف التركي الذي يستهدف مناطق المدنيين وفي بعض الأحيان نقاط تمركز القوات السورية. أشكرك جزيل الشكر على كل هذا التوضيح. صلاح إيبو الصحفي، كنت معنا مباشرة من الشهباء.